حطيت من العلف ده يا جماعة للحمام بتاعي الشغال الكبير، وكنت فاكر ان هو سم، كنت فاكر ان هو سم، وكنت فاكر ان هو هيموت الحمام، لكن ما تخيلتش ان هو هيعمل كده في الحمام. والله العظيم هيعمل اهو والعلف ده، كل ده هنعرف في الفيديو بتاعنا بتاع النهارده. بس ما تنساش تشتركوا في القناه لو مش مشتركين، وتفعلوا جرس الاشتراك كل جديد. وقبل ما نبدا الفيديو يا جماعه، ما تنساش تصلوا على النبي وتعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس تشوفوا وتستفيد. بالنسبه للناس اللي بتسال على ملخصات الكوره، ملخصات الكوره ان شاء الله الشهر الجاي هنبقى ننزل لكم ملخصات كوره. تمام، يلا بينا كده يا جماعه نتعرف الاول على الطيور بتاعي وماتت في مزرعتي، وبعد كده نروح نشوف الحمام ونشوف العلف. طبعا يا جماعه كل الناس اللي بتسال على الرومي ده، الرومي ده يا جماعه رومي تركي، والله يا جماعه تركي ومعاه الجنسيه التركيه. الاحمر ده رومي تركي يا جماعه، وهو غالي. تمام، الكتكوت منه بيكون عمر يوم ب 120 جنيه وبالحجز الاول. تمام، اما ده سيلفر تركي برضو، وبيكون برضو غالي بس مش غالي زي الاحمر. تمام، لو حد عايز كتاكيت حمراء بالحجز، حد عايز ياخد التيك ده شغال ومضمون وبيكسر وكده، تمام عادي. لكن طبعا يا جماعه الاسود البلد ده رخيص، يعني الروم الاسود ده رخيص، وبرده موجود يا جماعه جميع انواع الطيور صاحي ومذبوح للبيع. تمام، وطبعا انتوا زي ما انتوا شايفين كده الطيور قدامكم، هي اي نعم الطيور قلت الفتره دي عشان بعنا منها شويه، لكن عشان نستقبل حاجات صغيره جديده، لان احنا لازم نبيع الكبير ونجيب بداله حاجات صغيره زي ما انتوا شايفين كده معايا. يلا بينا بقى نخش عند الحمام ونشوف ايه هو العلف ده، ونتعرف على كل حاجه ونشوف الحمام، واقول لكم كمان شويه معلومات عن الحمام وعن الحاجات اللي بتزود انتاج بيض الحمام. بس ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم. طبعا يا جماعه عشه الحمام اهي، وفي حمام اهو فوق العشه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم كده، ونبدا ان احنا نفتح العشه بتاعت الحمام ونشوف معانا الحمام، واقول لكم على انواع الحمام. طبعا اول ما فتحنا كده شفنا الحمام الرومي اللي هو اصلا اغلى انواع الحمام، يعني اغلى انواع من انواع الغاليه اللي في السوق، وكمان هو اغلى انواع الحمام اللي عندي هنا. طبعا انا بدخل وبيبدا الحمام اللي هو رشه طويل ان هو يطلع. بصوا يا جماعه الحاجات دي انا كنت بحط لهم فيها انواع العلف الناشفه. تمام، هركنها كده على جنب عشان نبدا ان احنا نصور. طبعا يا جماعه كان في حمام كتير جدا 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 عندي، بس الحمد لله. طبعا دي السقايه اهي، السقايه اللي انا شاريها للحمام، شاريها ب 45 جنيه، بجد ممتازه جدا يا جماعه وجميله للحمام. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا قاصص اللهم صل على النبي الحمام الرومي، وكمان قاصص الذكوره البلدي اللي انا مجوزها لهم، لان طبعا يا جماعه انا بهجنه بجيب الرومي ده اصلا اناتي اديها للذكوره البلدي، والذكوره البلدي ادي لها اناتي رومي. تعالوا كده بس يا جماعه ناخد جوله بسيطه كده في العشه ونشوف اللي بايض واللي لسه هيبيض وكل حاجه. طبعا يا جماعه الاخنان دي كلها ما شاء الله بتكون مليانه عيال، يعني شايفين يا جماعه الذكر البلدي ده واخد الانتايه الرومي الزرقاء، والانتايه الرومي البيضه دي انتايه رومي برضو واخده الذكر ده اهو، واخده الذكر ده. تعالوا يا جماعه كده نشوف معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. اول حاجه معانا اهم جزه غليله اهم، اللهم صل على النبي. يعني يا جماعه حوالي عمرهم بتاع اسبوع، شايفين ما شاء الله الحجم، اللهم صل على النبي. السر يا جماعه في السر هقول لكم علي. طبعا دي العشه من الجنب الثاني، والحمام بتاعنا هو اللهم صل على النبي، وكمان واقفين على البتاع ده اللهم صل على النبي البلاص، والدنيا تمام التمام. شفنا الزغاليل، كمان نيجي هنا في حمامه بيضه اللهم صل على النبي، وفي كمان الله اكبر اللهم صل على النبي حمامه بيضه ثلاثه. الحمامه اللي بيضه ثلاثه دي هنتكلم عليها دلوقتي وهنشوف كل حاجه. بس قبل ما نتكلم عن الحمام، عاوزين نتكلم كده عن العلف اللي الحمام بياكله واللي انا كنت قايل لكم عليه. تعالوا بقى نشوف العلف ونتكلم عليه، ونرجع بعد كده نتكلم على قصه الحمامه اللهم صل على النبي اللي بيضه ثلاث بيضات دي. ركزوا يا جماعه معايا ان الحمام بياكل العلف ده
ده بقى يا جماعة بديل العلف للحمام، ولا أقسم برب الكعبة، زيادة بيض بيزود، زيادة وزن بيزود، زيادة إنتاج بيزود. ده يا جماعة ده عيش مبلول، بس طبعا ما سيبهوش يعفن قدام الحمام، لا لازما شوية بشوية ويكون طازة بطازة. طيب الناس اللي بتقول العيش بيجيب ديدان للحمام، العيش بيجيب ديدان للحمام يا جماعة فعلا، بس في حالة واحدة. في أي حالة؟ لو احنا سبناه قعد اختمر وعفن والدبان جه وقف عليه والكلام ده كله، بيجيب للحمام وللطيور كلها ديدان. انما لو هو طازه بطازه كده ونظيف بنظيف وبيخلص ونشيله ونغير ونشيله ونشيله، ما بيجيبش ديدان ولا بيعمل اي حاجه للحمام. وزي ما انتم ما شايفين كده الحمام ما شاء الله صحته بتكون تمام التمام، وزي ما انتم ما شايفين كده بيبيض وبيطلع زغاريل، اللهم صل على النبي الله اكبر. وزي ما انتم شايفين كده برضو الحمام كله معشش ومخنن. هو يا جماعه ده العلف اللي انا بتكلم عليه، والعلف ده والله يا جماعه حجم الزغاليل بيزودها، زياده انتاج البيض بيزودها، ما شاء الله رهيب رهيب رهيب. وانتم شفتوا الحمام وهو بياكله، شايفين ما شاء الله. هرجع ورا دلوقتي نتكلم عن الحمامه اللي بايضه ثلاث بيضات دي، وبعد كده نشوف اللهم صل على النبي البتاع. طبعا يا جماعه العلف، طبعا يا جماعه الناس اللي بتقول ما فيش حمام بيبيض ثلاث بيضات، لا في حمام بيبيض ثلاث بيضات. انا ولا ببيع لكم ولا بشتري لكم ولا اي حاجه، بس انا عندي الحمامه دي بتبيض ثلاث بيضات، وكان عندي حمامه تانية بتموت. طيب الحمامه دي نوعها ايه؟ الحمامه دي نوعها هجين بلدي على رومي، بلدي على رومي، شايفين ما شاء الله. وديت بتاعت واحده بلدي، تمام. الناس اللي هتفكر ان انا واخد البيضه دي حطها جنب دي، حسبي الله ونعم الوكيل، تمام. عشان ايه؟ عشان كمان الحمام يجي ياكل واصوره لكم. بصوا شايفين العش اهي، وباقي الحمام طلع على السطح. بصوا شايفين ده اهي، طلعت برضه. جربوا يا جماعه العش ده بجد ممتاز جدا، العيش ممتاز جدا يا جماعه. وزي ما انتم شايفين كده انا حطيت منه للطيور الكبيره بره اهي. وطبعا ده والله يا جماعه ارخص انواع العلف وافضلها، لانه ما شاء الله بيخلي الطيور تشيل وزن عالي. وكمان كويس شايفين يا جماعه ذكر البط المسكوفي، اللهم صل على النبي الرومي. يعني انا ما شاء الله عندي من جميع انواع الطيور، حتى لو اعداد قليله بس عندي من جميع انواع الطيور. فتلاقي كل الطيور الله اكبر بتاكل من العلف ده، وهو والله يا جماعه ولا سم ولا اي حاجه. وزي ما انتم ما شفتوا زود لي انتاج بيض الحمام، وكمان زود لي وزن الحمام، وكمان بيزود لي انتاج بيض الطيور دي. وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده.